مرحبا. نفكر الليلة خارج الصندوق في إسرائيل. تعلن رسميا مقتل محمد ضيف، ومسؤول في حماس يقول التأكيد والنفي بيد القيادات. الموساد الإسرائيلي فجر قنبلة ذكية عن بعد في قلب طهران. أكسيوس يكشف عن تفاصيل جديدة تفكك لغز اغتيال هنية هناك. محاولة اغتيال البرهان تلقي بظلالها على المبادرة الأمريكية. البرهان يرفض إلقاء السلاح ويضع شروطا للتفاوض مع الدعم السريع. بعد أكثر من أسبوعين على غموض اكتنف مصير محمد الضيف، قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أكدت إسرائيل رسميا مقتله في ضربة جوية الشهر الماضي. ونشر الجيش مقطع فيديو يظهر مجمعا في غزة، قال الجيش إنه كان يضم الضيف ورافع سلامة قائد لواء خان يونس في حماس. كان نشر هذا الفيديو نستذكر آثار تلك الضربة التي تقول إسرائيل الآن إن الضيف قد قضى فيها فعلا. نتابع. في مقابل التأكيد الإسرائيلي، علق القيادي في حماس عزة الرشق بالقول إن تأكيد أو نفي مقتل أي من قيادات القسام هو بيد قيادة الحركة، وأن ما لم تعلنه الحركة لا يعتد به، علما أن حماس أكدت سابقا أن الضيف الذي تعتبره إسرائيل العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر لا يزال على قيد الحياة، وقالت إنه يشرف بنفسه على المواجهات في غزة. طيب، في هذا الإطار جاء إعلان الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد يومين من اغتيال فؤاد شكر القيادي الكبير في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران. طبيعة اغتيال هنية لا تزال تتكشف تباعا، فبعد الحديث عن صاروخ استهدف مقر إقامته، كشف مسؤولون أن عبوة ناسفة تم تهريبها سرا إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم هنية هي ما أدى إلى مقتله. وذكر موقع أكسيوس أن عملاء للموساد الإسرائيلي فجروا القنبلة المزروعة بغرفة هنية عن بعد وفي قلب طهران. وأضاف الموقع أن القنبلة التي قتل فيها هنية عالية التقنية والدقة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي. طهران من جانبها تعهدت بالثأر لاغتيال هنية على أراضيها، لكن طبيعة الرد لا تزال قيد الدراسة بينها وبين الفصائل الموالية لها، وقالت إن الرد حتمي. لنستمع إلى ما قاله رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليموف. بزن ودرو تمام شده. عصر طرق الباب انتهى، واليوم لدينا الفرصة لاتباع أمر القيادة. من واجبنا الرد في الوقت والمكان المناسبين على اغتيال إسماعيل هنية. إسرائيل ترتكب خطأ استراتيجيا باعتقادها أن عمليات الاغتيال التي تقوم بها ستنقذها وأنها ستكون مؤثرة على مسار الأحداث. لا شيء يحدث دون التنسيق مع أمريكا، ومهما قالت إنها لم تكن على علم، فنحن نعلم أن هذه الأحداث تجري بتوجيهاتها. في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب مستعدة لجميع السيناريوهات دفاعا وهجوما. نستمع. إسرائيل امتد بمخنون كفاهم لكل ترخيش. إسرائيل على مستوى عال جدا من الاستعداد لأي سيناريو دفاعيا وهجوميا، وسنكلف مرتكبي أي عدوان ضدنا في أي ساحة ثمنا باهظا جدا. وبعد أن قضينا بالأمس على رئيس أركان حزب الله، جاء اليوم للتحقق النهائي من اغتيال رئيس أركان حماس محمد الضيف. وكان الضيف مسؤولا عن هجمات 7 أكتوبر، وكذلك عن العديد من الهجمات القاتلة ضد مواطني إسرائيل، وكان الرجل المطلوب رقم واحد في إسرائيل لسنوات. القضاء عليه يرسي مبدأ بسيطا وضعناه: من يؤذينا نؤذيه. أما حليف إيران الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، فاعتبر أن المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة وهي مفتوحة على كل الجبهات، مؤكدا أن إيران ترى في اغتيال هنية فوق أراضيها مسا بشرفها على حد ما جاء في تصريحاته. نحن أمام معركة كبرى تجاوزت فيها المسألة مسألة جبهات إسناد،
هناك معركة في غزة، هناك معركة في جنوب لبنان، هناك معركة مفتوحة في اليمن وحتى في العراق، لأنه كل هذا عم يتزامن مع بعضه، تقصف الحديدة في اليمن وتقصف جوف الصخر أمس أو أول أمس في العراق، ويقتل القائد إسماعيل هنية في طهران، ويقتل القائد فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية. هذه لم تعد جبهات، هذه معركة مفتوحة في كل الجبهات، ودخلت في مرحلة جديدة ما في شك. الأجواء الحالية تعيدنا إلى أبريل الماضي، عندما اقتربت إسرائيل وإيران من الانزلاق للحرب بعد قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن مقتل جنرالين إيرانيين. آنذاك ردت إيران بضربة مباشرة على إسرائيل من دون أي ضرر عرف، ونجحت الجهود الدبلوماسية في احتواء التصعيد. بهذا الصدد دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى وقف الأعمال التصعيدية. With regard to the Middle East, right now, the path that the region is on. فيما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن المسار الذي تسلكه المنطقة الآن يتجه نحو المزيد من الصراع والعنف والمزيد من المعاناة وانعدام الأمن. من المهم أن نكسر هذه الدائرة، وهذا يبدأ بوقف إطلاق النار الذي نعمل على التوصل إليه. أعتقد أن هذا أمر لا بد من تحقيقه، ثم بالبناء على وقف إطلاق النار لا بد من وضع حد للصراع في غزة وإحلال الهدوء في الشمال بين إسرائيل ولبنان، ثم العمل على تحقيق السلام والأمن على نطاق أوسع، لكن كل هذا يبدأ بوقف إطلاق النار. ينضم إلينا من دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق. أهلا بك أستاذ عبد الحميد. من طهران حسين رؤيا وران المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ حسين. معنا من واشنطن بسام بربندي الدبلوماسي السابق. أهلا بك معنا كذلك أستاذ بسام. أبدأ مع أستاذ حسين رؤيا وران إذا سمحتوا لي. أستاذ حسين، كيف لنا أن نتخيل طبيعة الرد الإيراني؟ يحكى عن رد منسق بين كل هذه الجبهات وفي وقت واحد بالتزامن لإحداث التأثير الأكبر، بغض النظر عما إذا كان تأثير كما يوصف حقيقي أو غير حقيقي، أو عن ردود منفصلة. ما الأقرب إلى التصور وفق المعطيات اللي عندك حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ طاهر. أهلا وسهلا. كذلك الضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن الرد سيكون منسق. هناك أساسا استراتيجية وحدة ساحات بين محور المقاومة، وبعد طوفان الأقصى رأينا أن حزب الله دخل في المعركة، أنصار الله دخلوا في المعركة، وكذلك المقاومة الإسلامية في العراق دخلت في المعركة. من هنا وحدة الساحات تستوجب أن يكون الرد منسق ومتزامن بين هذه الأطراف. أولا لجهة أن تربك منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي التي تتشكل من 5 منظومات، منظومة كلاسيكية ومنظومة آرو ومنظومة مقلاع داود والقبة الحديدية وباتريوت. التنسيق بين هذه الأطراف يربك هذه المنظومة ويجعل استهداف الأهداف المطلوبة وخاصة العسكرية التي قامت بهذه الاعتداءات على محور المقاومة أكبر من السابق. ضمن هذه الرؤية أتصور يعني قد تكون الأسلحة أيضا مختلفة أو أعقد مما كانت عليه في المرة السابقة. يعني ستكون باعتقادك ضربة أكبر بكثير، أكبر بقليل، أكبر كي أو ربما تنزلق الأمور إلى حرب أكبر بعدها من ما حصل في أبريل الماضي على بموضوع الردود على قصة القنصلية؟ في تصوري أن الرد لن يستهدف المدنيين، سيستهدف القيادات العسكرية، الأداة الإجرامية التي قامت بما قامت به. هذا أولا. بما يوقع قتلى عسكريين إسرائيليين باعتقادك؟ طبيعي. نعم نعم نعم. يعني من هنا إيران ومحور المقاومة يريدون كلهم أولا إيذاء إسرائيل، ولكن من دون الذهاب إلى حرب شاملة. في هذا الإطار يعني المتغير الأساسي هو رد الإسرائيلي. هل إسرائيل ستبلع الطعم وتتقبله كرد على ما قامت به،
أو تريد أن ترد. إذا ردت إسرائيل ستتكرر الرد والرد عليه، وهذا ما يمكن أن يدحرج الأمور إلى حرب شاملة. ولكن لحد الآن ولكن وهو ما لا تريده إيران، طهران لا تريد ذلك الآن، لا تريد حرب شاملة. إيران لا تريد حرب شاملة، أمريكا لا تريد حرب شاملة، المنطقة بكاملها لا تريد حرب شاملة، وإسرائيل لا تستطيع أن تذهب إلى شاملة. ولكن لماذا إيران لا تريد حرب شاملة؟ بس نفهم هذه الأفكار كي ننقلها إلى ضيوفنا الكرام الآخرين. لماذا إيران لا تريد حرب شاملة؟ يعني الموقف الرسمي الإيراني هو هذا، وتكرر على لسان وزير الخارجية، هذا يعني مجمل الأمر. ولكن لماذا لا تريد إيران؟ يعني إيران ترى أن موضوع طوفان الأقصى وما يجري الآن من مواجهة مع الكيان هو مرحلة من المواجهة يجب أن تستمر مستقبلا، وليس الآن، قد لا يكون الزمان المناسب للحسم الآن. ولكن المحور الإيراني في المنطقة يتحدث عن حجم إحراج إسرائيل وإيذاء إسرائيل الذي حصل بعد طوفان الأقصى، وأنه هي هددها وجوديا ذلك، وأنه كانت في طريق الزوال والانهيار كما نقرأ في كتاباتهم. والمحللون الذين يظهرون معنا من طهران مثل أفضالك يقولون لنا أن الهدف النهائي هو تحرير فلسطين. لماذا عدم استغلال هذه المرحلة الآن لفعل ذلك؟ يعني طبيعي تحرير فلسطين هو هدف أساسي لمحور المقاومة، وأساسا هو كلمة محور المقاومة هو مقاومة الاحتلال حتى تحرير فلسطين. ولكن هذا لا يمكن أن يأتي ضمن مرحلة زمنية بسيطة. إسرائيل ليست قوة ضعيفة، إسرائيل هي القوة التي تمتلك التفوق والدعم الغربي الكبير، ومن هنا هذا الموضوع يأتي على مراحل من وجهة نظر محور المقاومة. يعني من 79 للآن مثلا، من عمر الثورة في إيران حتى الآن، يعني لم يتح ذلك. 50 سنة الماضيين اللي مروا لم يتح ذلك، ليس بالإمكان يعني فعل ذلك. لا لا لا، أنا أتصور يعني شوف، في كل مرحلة استطاع محور المقاومة أن ينجز إنجازا. مثلا إسرائيل تملك قوة ردع كبيرة جدا، يعني تمنع الآخرين من مهاجمتها، وإذا ما هجمت أنه تستطيع أن تغير الحرب كما فعلت في حرب 1973. هاجمتها مصر وسوريا بشكل متزامن في عيد الكيفور، ولكن خلال 3 أيام أو 4 أيام استطاعت إسرائيل أن تصل إلى قناة السويس وأن تذهب إلى الجهة الغربية حتى باتجاه القاهرة. ولكن بعد يعني محور المقاومة استطاع أن يبدع وأن يوجد حربا جديدة تحت عنوان حرب غير متكافئة. في الحرب غير المتكافئة قد يكون النموذج الأعلى لها هو حرب تموز 2006. في حرب تموز 2006 إسرائيل شكلت لجنة بعد الحرب باسم فينوغراد، وكان متشكل من 70 شخصية وأستاذ جامعي وباحث إلى آخره، وقاموا بلقاء أكثر من 4000 شخص. لماذا إسرائيل تملك التفوق وخسرت الحرب؟ كانت الإجابة، تقرير بنوغراد الآن مطبوع موجود في الأسواق، يقول أن إسرائيل لا زالت تمتلك التفوق العسكري، ولكن محور المقاومة استطاع أن يبدع شكل جديد من الحرب سمي بالحرب غير المتكافئة. معظم قوة محور المقاومة هو تحت الأرض. نعم. وليس على الأرض إلا نسبة ضئيلة. بس المحور الآخر في المنطقة يرى بأنه هذه مسميات ومصطلحات يعني يتم إنتاجها بين فترة وأخرى، وتذيل كل جملة من جملها بكلمة استراتيجي أو تكتيكي بحسب المرحلة وبحسب الرغبة الإيرانية، فيما الواقع هو نية إيران وفعل إيران وقيام إيران بتوسيع نفوذها في المنطقة العربية، مستغلة احتلال إسرائيل لبعض الأراضي العربية، ومستغلة لتعاطف الجمهور العربي مع فكرة ما يسمى بمحور المقاومة. ما رأيك؟ يعني أولا الحرب غير المتكافئة الآن ليس فقط مفهوم، الآن يدرس في كل الكليات العسكرية في العالم، والنموذج الأعلى الآن غزة. 10 أشهر وإسرائيل تحارب
وبعد الهجوم البري لاجتثاث حماس كما تقول، ولكنها لم تفلح، لا زالت العمليات قائمة، وهذا يعكس أن الحرب غير المتكافئة منعت إسرائيل من إعادة بناء وترميم الردع لديها، وهذا ما يجعل إسرائيل في مأزق، تحاول من خلال الهجوم على محور المقاومة الهروب إلى الأمام علها تدفع أمريكا للمشاركة وإنقاذها من هذا الموضوع. خلينا نشوف مع أستاذ بسام بربندي، هل هذا هو الواقع على الأرض؟ هل إسرائيل هي في مأزق الآن أو إيران اللي في مأزق؟ والله اثنين في مأزق، يعني خارج الصندوق، نفكر خارج الصندوق، مقام إيران من 79 إلى اليوم هو فعلا شرخ بالمجتمع العربي، فتنة، عملوا فتنة كبيرة نراها اليوم بشكل جلي واضح ما بين الشيعة والسنة بطريقة لم تكن موجودة من قبل، وللأسف تزداد كل يوم. يعني ما تقول به إيران بمحور المقاومة، حسن نصر الله والقادة الإيرانيين كانوا في أكثر مناسبة أنه لديهم أسلحة لحيفا وما بعد حيفا يستطيعون محو إسرائيل خلال ثواني ودقائق وما أدري إيش. طيب سؤالك كان جدا بمكانه، طيب انه شو ناطرين؟ ممكن تحرروا اسرائيل، تفضلوا حرروا فلسطين، يعني شو ناطرين عمليا غير انه تزيدوا الفرقه الموجوده بين الدول العربيه، بين الشعب العربي او الشعب المسلم اذا سميناه بشكل اوسع، عباره عن سيطره سياسيه بغطاء ديني، الايراني موجود في كل مكان، يتحكم بكل مكان. فبالتالي اعتقد بان الايراني نجح نجاح كبير جدا بتشتيت العرب، بتفتيت العرب، بتدمير قضيه العرب، قضيه فلسطين الحقيقيه. حرب 2016 لم يكن لحزب الله ان ينجح بالصمود الذي صمده لو ما الشعب السوري كان هو السند للبناني. يعني لما الشعب السوري 2006 تقصد؟ 2006 عفوا، نعم. لو ما الشعب السوري، ليس الحكومه السوريه وليس النظام السوري، لو ما الشعب السوري استضاف نصف مليون لبناني في سوريا ببيوتهم بمزارعهم اكلين شاربين نايم حساب الشعب السوري، حزب الله ما كان صمد. وبالتالي اليوم حسابات حزب الله اذا ما اراد ان يقوم بعمليه رد كما يدعين وكما يقولون على الاسرائيلي، اقوى سؤال سيخطر بباله، انا عندي الموالين المدنيين الشيعة اللبنانيين اين سيذهبون؟ إذا دمرت الضاحية، إذا دمرت معلبك، أين سيذهبون؟ 2006 كان الشعب السوري وراء، اليوم ما في سوريا، حتى النظام السوري إذا لاحظنا غاب عن، يعني حتى عن خطابات حسن نصر الله والإيراني، النظام السوري كأنه غير موجود وليس من محور المقاومة وليس من وحدة الساحات يعني. ولكن هذا يدلنا على طريقة بأن إيران تريد السيطرة، يعني يريدون حماية النظام السوري من هذا العمل بإبعاده. ولا كانوا ضغطوا عليه انه افتح جبهه الجولان، لا هم الفكره للاسف. طيب بس الافكار الثانيه اللي عم بيطرحها المحور الاخر هو انه طيب اذا ما الذي نراه من الحوثيين في اليمن، من الميليشيات في العراق، من ايضا من بعضها في سوريا، من لبنان عبر حزب الله، ومن ايران احيانا بما انها قصفت سابقا مباشره من اراضيها اسرائيل، والان ربما تفعل الامر نفسه. نعم تفضل. طيب انا اعطيك سؤال بالمقلوب بطريقة مختلفة. نعم أنا مع حزب الله بالمقاومة، ولكن هل صعب على حزب الله أن يساعد لبناني على انتخاب رئيس جمهورية وإقامة حكومة وطنية لبنانية تدعمه؟ هو أسهل له يقصف إسرائيل ويمنع ولود رئيس جمهورية. الحوثي، هل صعب على الحوثي أن يتصالح مع اليمني قريبه وجاره ومن عامه نفس القبائل ويحل مشكلة اليمن بطريقة سلمية للجميع، ولا أسهل يقصف إسرائيل؟ هو اختار قصف إسرائيل. نفس الشيء يعود إلى نظام الأسد، هل أسهل له أنه يصالح مع شعبه ويقصف إسرائيل؟ لا، هو اختار. فبالتالي ونفس الشيء بالأحزاب العراقية، يعني ترفض أن يكون هناك لحمة وطنية تريد أن تستأثر بكل شيء. ما أريد أن أقوله بأنهم يستفادون من قضية فلسطين، حسنية سنية، هذه الأعمال النيات عند ربنا، لكن ما نراه بالعين. ما يقومون به هو الاستفادة من هذه القضية الفلسطينية الطاهرة لأهداف شريرة التي يقومون بها كل الناس تعرفها وكل الناس تسمع. ابقى معنا أستاذ عبد الحميد توفيق. يسأل أستاذ بربندي أين هو النظام السوري، وكأنه غائب وكأنه ليس من ليس عضوا في وحدة الساحات التي تطرحها إيران وحلفائها في المنطقة. مساء الخير لحضرتك وضيوفك الكرام والأستاذ المشاهدين. هذه نظرية أو عنوان وحدة الساحات على الأرض لم تكن مطبقة، إنما هي كانت عناوين وأريد لها فقط بأن تكون على شاكلة
شاكلة إعلامية فقط على الواقع الحال ومنذ 7 أكتوبر وقبل ذلك لم يكن هناك وحدة ساحات. وحدة الساحات بمفهوميها الجغرافي والميداني، يعني أن جبهة مشتركة تقوم على الأرض ويكون هناك هجوم منسق كامل جوي وبري وصاروخي وإلى ما هنالك. وبالتالي وحدة الساحات هذه كما قلت هي عنوان. سوريا ليست غائبة عن هذا المحور ولا تدعي أنها هي التي تقوده، وكذلك لا تدعي أنها هي خارجه، وبالتالي هي تدفع ثمن هذا الانتماء لهذا المحور، هذا الانخراط لهذا المحور، وليست بعيدة عن مجريات كل ما يحدث. ولكن واقع الحال في سوريا أعتقد بأنه ينظر إليه بكثير، إذا نظرنا إليه بكثير من الموضوعية أعتقد بأن التوازنات الموجودة على الأرض ليست في مرتبطة فقط بالداخل السوري والواقع السوري المقسم أو وضع الدولة السورية عموما في كل المقومات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية. هناك أيضا توازن قوى إقليمي دولي على الأرض، هناك جيوش على الأرض، وكل جيش من هذه الجيوش تتبع له مجموعات مسلحة، بعضها متعارض وبعضها متجانس وبعضها أيضا غير متجانس في هذا الإطار. وبالتالي توازنات القوى على الأرض قد تفرض كثيرا من السياقات المختلفة عن الوجود فيما يتعلق بمسألة وحدة الساحات أو بالهجوم اليوم. أيه. لا بد من، بس بدي أسألك نفس السؤال اللي سألته للأستاذ رؤيا وران، هل هذا هو الواقع من 70 حتى الآن؟ لا طبعا، لا، الأمر مختلف تماما، الأمر مختلف تماما. في عام 2006 حين كان هناك الهجوم العدوان الإسرائيلي على لبنان، الأمر لم يقتصر فقط على استضافة اللبنانيين على الأرض السورية، وهذه ليست منا طبعا، من قبل الشعب السوري، ولكن كان هناك وعايشنا وعاينا ونعرف جيدا كيفية عمليات الإسناد غير المعلنة التي كانت تقوم. في عام 1982 الجيش السوري قاتل الإسرائيليين في سلاح الجوي والبري وحتى بشيء من البحر، وأسقطت عشرات الطائرات السورية وقتل كثير واستشهد كثير من الجنود السوريين على الأرض اللبنانية. الأمر مختلف تماما اليوم، الواقع السوري بعد الأحداث اختلف عما كانت عليه. حتى في عام 2008 في أحداث غزة 2008 في ديسمبر والتي استمرت أكثر من 35 يوما، كان هناك دور سوري واضح في هذا الإطار، وكانت المقاومة الفلسطينية موجودة تدير العملية من دمشق، وكنا نحن نعاين هذا الأمر وكنا شهود إذا صح التعبير في هذا الواقع. بالتالي اليوم الواقع التوازن الموجود مختلف تماما، وتحديدا في السنوات الخمس. تمام. ولكن كل ذلك كدعم، يعني دون كما يقول البعض اضطرار سوريا إلى فتح جبهة الجولان المحتل. نعم، هذا الأمر واقعي ولا أحد يستطيع إنكاره، لأن مسألة اليوم مسألة الالتحام أو الاقتحام أو المواجهة على مستوى الجيوش بين جيشين، الجيش السوري والجيش العدو الإسرائيلي، غير واردة اليوم. لا، الجيش اللبناني غير قادر على ذلك. وحدة الساحات برأيي المتواضع هي حين نقول أن نريد أن نحرر فلسطين أو نحرر الجولان، أعتقد بأن الطيران، وهذا في المفهوم العسكري الكل يعرفه، لا، في الطيران لا يحسم معركة، والقوى الصاروخية لا تحسم معركة. صحيح، المعركة صحيح. يحسمها لذلك الجندي لماذا العسكري الذي يصل إلى الأرض. لماذا إذن لا يكون هناك ما هو على شاكلة حزب الله على الحدود بينكم وبين إسرائيل لمقاومتها؟ هذا الأمر مرتبط بمصالح الدولة السورية الآن، ومصالح الدولة السورية مرتبطة أيضا بمصالح القوى. وإذا أردنا الإشارة إلى أحد أهم الدلائل على ذلك، في الأشهر القليلة وبعد أحداث أكتوبر كان هناك ظهور روسي على خط الفصل بين جبهة الجولان السوري المحتل والمنطقة العازلة في تلك المنطقة عند خط الفصل الذي رسم عام 1974. وبالتالي هذه إشارة واضحة على أن القوى الكبرى أو بعض القوى الكبرى مثل روسيا اليوم لا ترغب ولا تريد أن يحدث في سوريا فتح جبهة باتجاه إسرائيل بمفهوم الجبهة العسكرية، إنما الدور الذي تقوم به سوريا الطبيعي أن يكون هناك عمليات إسناد أو عمليات إدارة لمثل هذه الأزمة، ولكن ليس الآن حتى في هذه العملية المقبلة باعتقادك ستشارك النظام، سيشارك يعني الحكومة السورية ستشارك الآن في هذه الهجمة الجديدة؟ هذه الهجمة الجديدة أو هذا الرد الذي بدأ واضحا بأنه يعد له، أنا أستبعد أن يكون هناك مشاركة بمفهوم العسكري بمعنى جيش يهجم على الجانب الإسرائيلي أو على العدو الإسرائيلي، ولكن أعتقد لن تكون سوريا خارج إطار
عملية إدارة هذه الأزمة أو عملية إدارة هذا الهجوم أو على الأقل عمليات الإسناد، ولكن أيضا دون أن يكون هناك التحام مباشر أو دون أن يكون هناك جبهة سورية تعمل بهذا الموضوع بشكل واضح وصريح. تبقون معنا. إذن وكالة فارس الإيرانية تنشر صورة للغرفة التي استهدف فيها إسماعيل هنية، وهذه الصورة على الهواء للمبنى الذي كان فيه. إذن هذه نشرتها وكالة فارس الإيرانية. وآخر الأخبار العاجلة تتحدث عن، إذن نقلا عن وكالة فارس للأنباء الإيرانية، أن غرفة هنية كانت في الطابق الرابع من دار الضيافة بمنطقة الزعفرانية. الوكالة تقول إن التحقيقات أثبتت مسؤولية إسرائيل عن اغتيال هنية. آخر ما سمعناه عن حزب الله الليلة أيضا أنه قال إنه أطلق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل، وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه باستثناء لبنان لم نشن ضربة جوية أو صاروخية أو بمسيرات ليلة مقتل هنية. كان مسؤولون أمريكيون قالوا لأكسيوس إن إدارة بايدن مقتنعة بأن إيران ستهاجم إسرائيل خلال أيام، وأن مسؤولا إسرائيليا قال لها أيضا الاستخبارات تتوقع هجوما واسع النطاق من إيران ووكلائها. طبعا كانت الأصول العسكرية الأمريكية قد نقلت بل عززت إلى الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط وفقا لمسؤولين أمريكيين. هذه إذن آخر الصور والمعطيات التي تريدها وكالة الأنباء الإيرانية الآن، وهي وكالة فارس الإيرانية، عن الغرفة التي كان فيها هنية. هذه الصورة طبعا كانت انتشرت في الساعات الماضية ومنذ أمس، ولكن الآن تتبناها وكالة فارس الإيرانية لتقول إن غرفة هنية كانت في الطابق الرابع من دار الضيافة بمنطقة الزعفرانية. وهذه المعلومة التي كنا نتداولها طبعا منذ الأمس، والآن الوكالة تقول التحقيقات، وطبعا إيران كانت أعلنت عن تحقيقات بدأتها في هذا الموضوع، أثبتت مسؤولية إسرائيل عن اغتيال هنية. وكالة فارس الإيرانية تقول إن غرفة هنية تعرضت لمقذوف. إذن كان هناك أنباء عن صواريخ، كان هناك أنباء عن عبوة ناسفة. الآن وكالة فارس الإيرانية تقول غرفة هنية تعرضت لمقذوف، وبانتظار آخر التفاصيل التي تريدها التحقيقات الإيرانية عن وكالة فارس، أو كما تنقلها وكالة فارس. ونحن نشاهد هذه الصور، نتحدث مجددا إلى أستاذ حسين رويا وران. وهذه الصور والمعلومات الجديدة تفرض نفسها أستاذ حسين، والكل يتساءل في الواقع كيف تمكنت إسرائيل، إن ثبت أنها هي التي قامت بالعملية. الآن تقول طهران إنها هي المسؤولة عن ذلك، كيف تمكنت من فعل ذلك؟ ويعني المعلومات تتحدث عن مراقبة لفترة شهور، عن وضع عبوة ناسفة، الآن إيران تقول مقذوف، عن يعني البعض يتحدث عن خلل ما استخباراتي، عن ثغرة أمنية، كيف؟ يعني أولا الصورة هي تكشف أنه هذا الكلام الذي طرح اليوم من قبل نيويورك تايمز أن هناك عبوة زرعت في شقة يعني الشهيد هنية وانفجرت يعني وهي كانت صغيرة، هذا لا يتطابق مع الصورة. 3 طوابق احترقت، هذا لا يمكن أن يكون أولا. ثانيا ليس للسيد هنية شقة خاصة في هذه البناية، هو عندما يأتي أي شقة هي فارغة هو يسكن فيها، من هنا وجود شقة خاصة زرع فيها شيء ما، هذا الكلام لا يتطابق مع الواقع. وحجم الانفجار الذي حدث هو نتيجة لصاروخ. المقذوف الذي تتكلم عنه إيران هو نعم بمعنى الصاروخ، هذا الصاروخ يمكن أن يطلق من غواصة، يطلق من طائرة من خارج الحدود، وأن تقوم الأقمار الاصطناعية بإدارته من خارج الحدود رغم المسافات يعني، وبهذه الدقة بأن نعم. يستهدف الشخص مباشرة، الراحل إسماعيل هنية مباشرة. نعم هذا نعم. عادي يعني، هذا هو عسكريا ممكن أنه من خلال الأقمار الاصطناعية و تعيين الهدف، يعني هذا ممكن. هناك صواريخ نقطية مش من كوماندوس يعني موساد أو عملاء للموساد في الداخل، لا 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 لا،
عفوا بس كيف تتمكن يعني من النفي بكل هذه الثقة؟ لا لا لا، أنا أقول أن ما جرى هو صاروخ حسب التسريبات الموجودة في إيران. أنا لست عسكريا ولا أعلم شيئا في المسائل العسكرية. لا 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 عفوا، أنا بس عم كرمال هيك سألتك أنه من وين كل هذه الثقة يعني في 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 الجزم بأنه ما فيش عملاء، يعني لأن حصل في السابق صح ولا؟ لا لا، هناك عملاء في الداخل. لا يعني إسرائيل استطاعت أن تجند لها يعني خلال سنتين ماضيتين لحد الآن أكثر من 5 مجاميع متشكلة من عدة أفراد مستقلة عن بعضها البعض، كانت تتجسس وتعمل لحساب الموساد. هذه حقيقة لا يمكن القفز عليها، ولكن ما حدث الآن كل التسريبات تشير إلى صاروخ أنه جاء من وراء الحدود وقد يكون من إقليم كردستان ووصل إلى هنا، ولكن إدارة هذا الصاروخ كانت من الأقمار الاصطناعية. موضوع زرع العبوة يعني سيكون مؤلما، البعض يضع ذلك بين قوسين يقول مهينا أكثر لإيران إذا كانت زرعت فعلا منذ فترة طويلة، وقد يذهب البعض إلى الاعتقاد بأن إيران تحاول أن تقول مقذوف، يعني هذا قد يكون أسهل عليها ويسهل عليها طبيعة البعض أيضا. يعني شوف الصورة التي عرضتموها الآن هي تكشف يعني 3 طوابق يعني عبوة، هذا الكلام لا يتطابق مع الواقع أصلا. وهذه البناية هي متشكلة من 6-7 طوابق إنه وفيها عشرات الشقق. نعم. من هنا تصور أن هناك شقة خاصة تم زراعة العبوة فيها بانتظار السيد هنية، وأساسا السيد هنية لم يكن ليأتي إلى هذا المكان، كان من المقرر يذهب إلى مكان آخر، وإذا بالقرار قد اختلف وجاء إلى هذا المكان. من الذي اتخذ القرار بأن يأتي إلى هذا المكان إذا لم يكن مخصصا له؟ يعني شوف، هو كان تحت حراسة حرس الثورة الإسلامية ونقله إلى هذا المكان، ولكن الأقمار الاصطناعية التي يعني ترصد هذا الموضوع هي التي استطاعت أن تكتشف أنه في هذه البناية وفي هذه الشقة بالتحديد، وتم الاستهداف على هذا الأساس. أستاذ بربندي، هل يعني لديك قراءة معينة في هذا الإطار؟ طبعا أنا مرة تانية نأخذ الأمور بالمقياس، كونه ليس لدينا معلومات حقيقية. نعم. نأخذ المقياس. إسرائيل تدعي بأنها دولة استراتيجية لديها استخبارات تكنولوجيا، كل الكلام تفضلوا فيه للسيد حسين. إسرائيل حتى اليوم لم تستطيع أن تجد أسرها المحتجزين لدى حماس في قطعة جغرافية من الأرض 4 × 10 كيلومتر، صار لهم 7 شهور عم يقصفوا فيها. يعني بتخيل كل أنواع المغريات للفلسطيني أنه خد $1,000,000 $10,000,000 بس عطينا وين مكان أحد المحتجزين. نعم. لم يستطع حتى اليوم مع كل التقنيات اللي تتكلم عنها والأقمار الصناعية، ولكنهم استطاعوا الوصول إلى السيد هنية الله يرحمه، استطاعوا الوصول إلى قيادات حزب الله، القيادات الإيرانية في سوريا، في لبنان، في العراق، في اليمن. فهذا يعني في خلل، لا يعني الصورة غير واضحة، المعلومات غير متكاملة. يعني تحاول أن تشير إلى إمكانية حدوث تورط من الداخل، ربما عملاء، ربما شخصيات محدودة. نفس يعني هذه إسرائيل الدولة الاستراتيجية التي كل مخابرات العالم عم بتساعدها في كل أنواع التكنولوجيا بغزة، التي هي جيشها موجود فيها 24 ساعة وعم يقصف 24 ساعة، ما استطاعوا يحرروا لليوم أسير واحد. مش منطق أستاذ رويا وران هذا الكلام؟ فما بالك عم يروح على سوريا ولبنان والأردن. تمام، مفهوم. أستاذ رويا وران، ما في منطق لهذا الكلام أيضا؟ مرة أخرى الإيران دولة. اسمح لي أستاذ بسام، عم بسأل أستاذ رويا وران إذا كان في منطق في هذا الكلام وفق رأيه. يعني شوف، أولا الموساد لحد الآن قام بأكثر من 1200 عملية اغتيال، وهو المؤسسة الأمنية يعني الأشهر على المستوى العالمي. يعني اختالت الكثير من قيادات حماس في دبي، في ماليزيا، في الكثير من الدول الأخرى. من هنا أن يقوم الموساد بهكذا عملية معقدة، في تصوري الموضوع ممكن الحدوث، رغم أن التقرير العسكري الذي سيصدره الحرس هو الذي سيحسم الأمور.
تمام. أستاذ عبد الحميد، يعني بالقراءة ومن خلال المعطيات الموجودة وبالمنطق والقياس، كيف تحكم على هذا الموضوع؟ يعني عندما يقول البعض أنه كيف تتمكن إسرائيل إن ثبت أنها قامت بذلك أن تغتال إسماعيل هنية بشخصه وأن توجه له مقذوف أو صاروخ أو عبوة نصف في إيران التي دربت وسلحت ومولت الفصائل الموالية لها في المنطقة دون أن تتمكن من مثلا فك أسرها في غزة؟ كلام منطقي جدا، ولا أعتقد أن عاقلا لديه القدرة على دحضه، وأنا أميل إلى الاعتقاد الراسخ بأن مثل هذه العمليات لو لم يكن هناك اختراق أمني كبير وواسع وأيضا مبرمج لما تمكنت إسرائيل من الوصول إلى هذه الشخصيات. نحن نتحدث عن اختيار شخص في مكان محدد في ساعة محددة وفي شقة محددة، وقد عاينا أيضا كثير من هذه الأحداث التي كان الموساد ينفذها، إذا أرد باختصار من أيام الفردان وغسان كنفاني وصولا إلى تونس والقادة الفلسطينيين. إذن لابد من الاعتراف بأن الخرق الأمني هو المعيار الأساسي لوصول إسرائيل إلى تلك المنطقة، وكلام منطقي حين نقول أن 5 أقمار اصطناعية إسرائيلية في المنطقة وفوق غزة، ويساندها الأطلسي بأقماره الاصطناعية والأمريكية، وما زالت تتوه بين أنفاق غزة ولا تستطيع الوصول لا إلى جثامين قتلاها إذا كانوا قتلوا أو إلى من هم بقوا على قيد الحياة. بالتالي أنا أعتقد بأن والكثير من التجارب التي حدثت سابقا أيضا تدل على أن الخرق الأمني كان هو المعيار الأساسي أو هو الطريق الأساسي الذي يمكن العدو الإسرائيلي من الوصول إلى أهدافه، وتحديدا حينما تكون شخصيات مصانع مخازن الأسلحة ممكن أن تضرب في أي مكان، ولكن حين يكون شخص محدد بشخصه وفي ليلة ظلماء وفي غرفة معينة، فأعتقد أن هذا الأمر لا يمكن إلا أن يكون تحت عنوان خرق أمني كبير. شكرا جزيلا لكم. نشير فقط إلى أن القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن نشر واسع لأنظمة الدفاع الجوي عن وضع عشرات الطائرات المقاتلة في حال الاستعداد للدفاع والهجوم، كما تقول هذه القناة الإسرائيلية. شكرا لكم جميعا. من دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، من طهران حسين رؤيا وران المحلل السياسي، ومن واشنطن بسام بربندي الدبلوماسي السابق، تحياتي إليك. بقونا معكم في خارج الصندوق لنتابع أيضا بعد الفاصل محاولة اغتيال البرهان تلقي بظلالها على المبادرة الأمريكية. البرهان يرفض إلقاء سلاح، يضع شروطا للتفاوض مع الدعم السريع. أهلا بكم من جديد. لن نتفاوض مع الدعم السريع، هذا ما أعلنه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بعد محاولة اغتياله. البرهان تعرض الأربعاء لمحاولة اغتيال في هجوم بطائرتين مسيرتين عندما كان يشرف على حفل تخريج ضباط من قاعدة جبيت العسكرية شرق السودان، ما أسفر عن 5 قتلى، عن وقوع 5 قتلى بحسب بيان الجيش، فيما نفت قوات الدعم السريع صلتها بهذا الهجوم. معنا الآن من القاهرة ماهر أبو الجوخ، عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ومن القاهرة أيضا الكاتب الصحفي السوداني الطاهر ساتي. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ ماهر، ما يعني قراءتك للشروط التي وضعها البرهان؟ هل محاولة اغتيال ستحاول أن تخفض من سقف هذه الشروط وتدفع المجلس السيادة إلى المشاركة فعلا، أو يعني فريق الجيش؟ طيب شكرا جزيلا، مساء الخير وصباح الخير عليك وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات الكرام، مرحبا بضيفك من ناحية الثانية أستاذ طاهر سادي. في تقديري أن من حق قائد الجيش أن يضع الشروط التي يعتقد أنها مناسبة وتعبر عن وجهة نظره في مسألة المفاوضات، لكن الملاحظة الرئيسية بأن جزء كبير من هذه الشروط التي تحدث عنها هي فعليا مكانها ليست قبل المفاوضات، هذه جزء من قضايا المفاوضات تناقش في المفاوضات، بما في ذلك المسألة المرتبطة والمتصلة بضرورة وقف العمليات العسكرية من قبل الطرفين أو تمددها أو انتشارها. هذه قضية في تقديري هي مرتبطة بشكل أساسي بمسألة الوصول لصيغة نهائية لوقف العدائيات ووقف إطلاق النار. ولذلك أعتقد بأن الخيار الآن أمام قائد الجيش هو لديه خيارين،
الخيار الأول أن يقاطع هذه الدعوة وبالتالي يعزل نفسه، أو الخيار الثاني أن يستجيب لهذه الدعوة ومن ثم يطرح القضايا التي يعتقدها قضايا رئيسية وأساسية في مسألة المفاوضات. أعتقد أن هذه الخيارات ولا يوجد منطقة وسطى بين الخيارين، وبالتالي في تقديرنا الأفضل أن يذهب إلى المفاوضات ويبحث عن حلول لهذه الحرب، لأن هذه الحرب واضح أن حلها الأفضل هو وقفها عبر المفاوضات. تمام، نشوف أستاذ طاهر إطار سياسي، شو رأيه في هذا الموضوع أستاذ الساتي؟ تفضل. نعم، لك التحية وللأخ ماهر أبو الجوخ. الشاهد أن الحكومة السودانية تفاجأت بهذه المبادرة وبهذه المفاوضات، ولذلك استفسرت. حتى الآن الحكومة السودانية لم ترفض ولكنها أيضا لم تقبل، بل استفسرت الخارجية السودانية عن هذه المفاوضات، إذ ليس من العقل أن تدعو الحكومة إلى مفاوضات بدون تشاور. ما تم في جدة، مفاوضات جدة تمت بعد مشاورات مع الحكومة السودانية. الآن يعني الحكومة السودانية تفاجأت بدعوة لمفاوضات هي لا تعرف عنها أي شيء. هي مفاوضات حول لماذا؟ ما هي الأجندة؟ وما علاقتها بمنبر جدة؟ هل هي مكملة لمنبر جدة؟ هل هي سوف تبدأ من حيث انتهت جدة أم هي مسار جديد؟ ما هي الدول المشاركة كمراقبين؟ وكيف، ما هي معايير المشاركة؟ مشاركة. يعني الكثير من الأسئلة تم طرحها في خطاب الخارجية السودانية المرسلة، أو الحكومة السودانية المرسلة إلى الإدارة الأمريكية. برأيك أن الحكومة لم تتلقى إجابات، لم تتلقى إجابات على هذه الأسئلة؟ يعني ما هو في أمور كما قال ضيفنا، حتى اللحظة إذا سمحت لي، كما قال الأستاذ ماهر بأنه في أمور تناقش في المفاوضات، يعني هل يريد إجابات عن كل الأسئلة الجيش قبل أن يذهب إلى التفاوض؟ لا 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 لا، الحكومة السودانية لم تدخل في تفاصيل المفاوضات، بل كل الأسئلة التي تدور حول أسئلة إجرائية، ما هي هذه المفاوضات، ما هي أجندتها، وما علاقتها بمنبر جدة، وما مصير منبر جدة، وما هي الدول المشاركة، وكيف تم اختيارها. هذه الأسئلة مهمة جدا لكي تشكل الحكومة السودانية رأيها وكي تشكل وفدها. فهمت عليك. الجهة الداعية والجهة المدعوة من السودان، هل هي حكومة سودانية أم الجيش السوداني؟ فهمت عليك، ولكن الدعم السريع لماذا باعتقادك؟ هي التي سوف تحدد. الدعم السريع باعتقادك لماذا لا يسأل هذه الأسئلة؟ لماذا لا يسأل دعم سريع هذه الأسئلة أيضا؟ الدعم السريع ماليشة تختلف عن حكومة الدولة. الدعم السريع هي معتدية وتريد أن تنقذ نفسها بأي إجراء، وتريد أن تتخذ مثل هذه المبادرات ومثل هذه المباحثات ومثل هذه طوق نجاة لأجندتها. حتى الدعم السريع التي وافقت على جنيف، في يوم موافقتها أرسلت مسيراتها إلى جبيت واستهدفت الرئيس المجلس السيادي والقائد العام للقوات المسلحة. ولكن البعض يقول أنها ليست بهذا ليست بهذا، البعض يقول بأنه ليست بهذا الاستعجال، يعني من حيث الواقع على الأرض وتفاصيل الميدان، يعني لكي تكون مستعجلة إلى طوق نجاة. ما رأيك؟ الدعم السريع ميدانيا ليس كما يعكسها إعلامية. الدعم السريع تدعي بأنها تسيطر، الدعم السريع غير مسيطرة. هي صحيح منتشرة في مساحات، لكنها غير قادرة على السيطرة وغير قادرة على الإدارة، لأنها لأنها تفتقد خصائص الإدارة، إدارة المنطقة والسيطرة عليها، بحاجة إلى حواضن سياسية وحواضن اجتماعية، وبحاجة إلى سيستم نظام وكذا. الميليشيا الدعم السريع هي مجرد ميليشيات تتقن القتل، تتقن النهب، تتقن الاغتصاب، ولكنها لا تتقن الإدارة ولا تتقن السيطرة. وذلك الدعم السريع، هي قيادة الدعم السريع تعلم تماما بأن القوات في الميدان غير أنها تحرجها، غير أنها تسيء إليها، وإنها تبعدها كل يوم. امتداد مواصلة القتال كل يوم يخصم من يخصمهم سياسيا، هم يعرفون. وصلت الفكرة. بتحب ننقل هذه الأفكار لضيفنا إذا سمحت لي، ننقل هذه الأفكار إلى ضيفنا أستاذ ماهر أبو الجوخ. إذن ما رأيك؟ أولا، أليس من حق الجيش أن يطرح هذه الأسئلة قبل أن يوافق أو لا يوافق؟ يعني يسأل ضيفنا الأستاذ طاهر الساتي، ثم يقول الدعم ميليشيا تريد طوق نجاة لذلك تسارع إلى القبول بالتفاوض، وأنها غير مسيطرة كما يبين الإعلام.
بداية نثبت نقطة رئيسية بأن في أي دعوة مفاوضات أو أي دعوة حوار من الطبيعي أن تكون لديك استفسارات. هذه الاستفسارات لا تتعلق بمسألة مطالبات. الذي يحدث الآن هو خلط ما بين الاستفسارات، ما بين المطالبات، ما بين الرغبات والأمنيات. بالتالي أنا لذلك أنا ذكرت لك أن جزء كبير مما قيل هو مكانه الرئيسي هو طاولة المفاوضات، والذي يتعلق بماذا عليك أن تفعل، ماذا عليك أن لا تفعل، ما هي الخطوات التي ستقوم بها لإنهاء الحرب. بالتالي هذه قضية أولى. ولكن دعنا نعود للنقطة الرئيسية بذات المنطقة المرتبط بموقف مجموعة بورسودان. هي تقول بأنها ملتزمة باتفاق جدة. اتفاق جدة وضع أساس رئيسي بأن اتفاق جدة هو الذي أضطر لتعريف الطرفين، عرف الطرفين بأنهما وفدي القوات المسلحة ووفد الدعم السريع. بالتالي هذا الأمر بتوجيه هذه الدعوة هو لم يكن مفارقا لدعوة جدة، هو مكمل لدعوة جدة بداية من التعريف للأطراف باعتبار عرف الطرفين، وهذا أمر تم الاتفاق عليه بين الطرفين. لكن ما يحدث الآن حقيقة هو محاولة إعادة تسمية الأطراف وإعادة فتح النقاش في قضية حسمت في منبر جدة. وبالتالي ولكن الجيش يشترط إلزام الدعم السريع، يعني إذا سمحت لي، يشترط الآن إلزام الدعم السريع بالانصياع لمخرجات مفاوضات منبر جدة. نعم أستاذ العزيز، أن مسألة الالتزام بمنبر جدة هذه هي مسألة جدلية بين الطرفين جزء من خلافهم. الجيش يقول بأنه يطالب الدعم السريع أن يخرج من البيوت ومن المناطق، والدعم السريع يقول بأن مفاوضات جدة حينما توقفت في نوفمبر من العام الماضي توقفت بسبب أن وفد الجيش لم يوافق على تطبيق ما تم الاتفاق عليه بالقبض على قادة النظام السابق الحاربين من السجون. ولذلك أنا قلت لك هذه مسألة جدلية. هذه المسألة الجدلية أيضا مكانها التفاوض وليس مكانها إثارتها قبل التفاوض، لأن الوصول لنتيجة قبل التفاوض يطرح السؤال في ماذا التفاوض. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية كما ذكرت لك أن إذا كانت المرجعية هي جدة، جدة نفسها هي أقرت مسألة وجود طرفين، هذين الطرفين هما الجيش والدعم السريع. ولذلك الاحتجاج الآن أنا في تقديري مرتبط بقضايا سياسية وبأجندة سياسية مرتبطة بحلفاء الجيش، لأنه هو إذا دخل المفاوضات منفردا هذا الأمر يعني إقرار منه بأنه هو لا يمثل حكومة، بالتالي هو يفاوض في القضايا العسكرية فقط، بالتالي هو لا يفاوض في القضايا السياسية. النقطة الثانية بأنه يقر بأنه ليس لديه علاقة بمسألة التفاوض السياسي. النقطة الثالثة هو يجعل مصير ومستقبل حلفائه السياسيين متروك ورهين للحوار السياسي، وبالتالي هذا الأمر قد يثير مخاوف شركائه خاصة النظام السابق. إذن أنا أقول لك بأن النقاش الحقيقي هو إثارة الخلاف وإثارة القضايا حينما يحدث الجلوس. ولذلك بس إذا كانت الاتفاقات كلها اتفاق جدة، اتفاق جدة إذا لم يكن قد نفذ بكثير من شروطه ومبادئه، لماذا يذهب الجيش الآن إلى التفاوض مجددا لكي يعقد مفاوضات جديدة ولا تلتزم كما يتهمها الجيش قوة الدعم السريع بقوات الدعم السريع بالتنفيذ؟ لا، أنا كما ذكرت لك بشكل موضوعي نحن الآن أمام حالة جدلية بين الطرفين، كل طرف منهما يتهم الآخر بأنه لم يلتزم. ولذلك أنا أعتقد بأن المسار الطبيعي والحقيقي هو استكمال المفاوضات، هذه النقطة الأولى. تمام. النقطة الثانية تطوير المفاوضات بحيث ما يتم الاتفاق عليه تكون لديه آليات تنفيذ ورقابة ومصفوفة. لكن كلا الطرفين الآن يتبادلان الاتهامات بأنه كليهما يتهم الآخر بأنه لم ينفذ ما يتم. خلي رد على هذه النقاط، خلي رد على هذه النقاط صيغة. إذا بقي وقت برجع لك، خلي بس عنا دقيقة واحدة للأسف. نعم. تفضل أستاذ طاهر، ردك على هذه النقاط. نعم نعم، أنا أقول أن القوات المسلحة التزمت بمنبر جدة وبإعلان جدة والقبض على المعتقلين والإسلاميين لم تكن قضية للحرب، ولم تكن من أسباب الحرب اعتقال من يسمونهم بالإسلاميين وكذا. وحتى الآن النائب رئيس الحركة الإسلامية الآن المستشار الأول في ميليشيا الدعم السريع وكان معتقلا أيضا دكتور حسن عبد الرحمن. مسألة الإسلاميين والزج بالإسلاميين وهذه مجرد تغطية شعارات لممارساتهم وتغطية لتنفيذ أجندتهم. الإسلاميين لم يكونوا جزء من المفاوضات ولم يكونوا جزءا من القضية ولم يكونوا جزءا من أسباب الحرب. هذه الحرب بين هذه الميليشيا المتمردة والقوات المسلحة، وأي حوار وأي نقاش يجب أن يكون حول أسبابها إن كانت لهم أسباب حقيقية منطقية. وهو ما سنتابع بالحوار بشأنه معكم دائما. شكرا جزيلا لك أستاذ طاهر الساتي، شكرا أستاذ ماهر أبو جوخ، تحياتي إليكما وإليكم أيضا مشاهدينا، إلى اللقاء.